يا هلا بكم من جديد مشاهدينا. وافق مجلس الوزراء على خطة وزارة التربية بشأن عقد الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر واللي راح تجرى إن شاء الله في 30 الشهر الجاري وسط إجراءات احترازية صحية عالية في ضوء جائحة كورونا المستجد. يا عبد الرضا، فعلا يا غادة، طبعا أكيد نتمنى السلامة للجميع، ومن ذلك طبعا عشان نعرف تفاصيل أكثر يسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور خالد الهيلم العازمي، أستاذ مساعد في كلية التربية الأساسية، ليحدثنا عن أهمية أيضا عودة الاختبارات الورقية. صبحك الله بالخير. صباح النور والسرور أخ عبد الرضا، أستاذة غادة، تشرفت اليوم بوجودي معكم. شرف لنا. وأصبح على جميع المشاهدين والموجودين عندنا هنا بالكادر. يا حياك الله والساعة المباركة يا دكتور. خلينا نروح دايركت حق موضوعنا، أهمية عودة خلينا نقول الاختبارات الورقية بالنسبة لطلبة المدارس والكليات أيضا والجامعات. نعم. أختي غادة وأخوي عبد الرضا، كلنا يعني ندرك هذه الجائحة اللي مرت علينا فجأة وأربكت صراحة العملية التعليمية. قضية الاختبارات هي قضية، يعني عودة الاختبارات عفوا الورقية، أنا أشوفها أنها مهمة ولابد أن ترجع يعني في ضوء الاحترازات الصحية. صحيح. والحمد لله أن إحنا أنعم الله علينا هنا في الحكومة أنها وفرت جميع الإمكانات. صحيح. متمثلة طبعا في وزارة التربية ووزارة الصحة، مشكورين، قاموا بإجراءات جدا عالية صراحة ومطمئنة لأولياء الأمور، وأنا يعني صحيح أستاذ في الكلية وأيضا ولي أمر للطلاب، وأنا بالعكس لما سمعت هذا الخبر فرحت كثيرا، لأن للأمانة اللي مرينا فيه كان مرحلة طارئة، مرحلة مفاجئة. صحيح. لكن أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا في بلد استطاع أن يمتص هذه الصدمة بشكل سلس جدا، وبفضل نعم بفضل خبرات أبناء الكويت وبنات الكويت من المختصين في تكنولوجيا التعليم والمختصين أيضا في استخدام البرامج هذه التكنولوجيا والتعليم عن بعد. تجاوزنا هذه المرحلة وكانت مرحلة سلسة، أخف وطئا من جميع يعني او من تمام. كثير من الدول. تمام. دكتور، ما مدى اهميه يعني عقد الاختبارات الورقيه الان وان شاء الله يعني لاحقا العوده الى المدارس؟ حدثنا عن هذه يعني اهميه اعاده الثقه للناس بالعمليه التربويه. تمام. من خلال الاختبارات. اول شيء اخوي عبد الرضا لازم نعرف ان هذا الاختبار شنو هو؟ هل هو في مجال يعني خلينا نقول ان الاختبار هذا في مجال نتحدث فيه ناخذه ما ناخذه او لا؟ الاختبار هي وسيلة تقييم، وهذه الوسيلة جزء من العملية التعليمية لا يمكن أن نستغنى عنها. بالتأكيد. يعني أنا شبهها في عندي مصنع وعندي منتج، عندي طينة قاعد أدخلها على هذا المصنع، الطينة هذه إذا كانت قابلة للتشكيل راح تتشكل ويطلع عندي منتج جيد، أقدر أقيمه هني أقول أن هذا المنتج جيد أعطيه درجة معينة. صحيح. إذا كانت هذه الطينة قاسية غير صالحة في البداية أو مستوى صلاحيتها بسيط، لما ندخلها حق خط الإنتاج هذا في المصنع راح تكون يعني بمستوى أقل جودة. الاختبارات تقيس عندي جودة هذا المنتج. العملية التعليمية هي عملية تقوم بتنمية قدرات الطالب ومن جميع مجالاته، من الجانب النفسي، الجانب العقلي، البدني وغيره. احنا مو مختلفين عن الاختبارات دكتور، بس يقول لك ليش لازم تصير ورقيه ما تصير اونلاين؟ طبعا من خلال تجربتنا في السنوات اللي مرت فينا في جائحه كورونا خلتنا اجبرتنا ان نتخذ هذا الطريق. الامانه ما تقيس بكفاءه مستوى تحصيل الطلاب. ما تقيس بكفاءه مستوى تحصيل الطلاب. ليش؟ لان في اعتبارات معينه، حدود معينه ما تقدر تتجاوزها، يعني ما نقدر نقول حق الطالب طول فصل دراسي، وهذه كانت من ضمن يعني الاجراءات انه ما تطلب منه انه يكون فاتح الكاميرا بشكل يعني مستمر. صحيح. في هذا بس وقت الاختبار. عدد الطلاب في الفصل كبير، لا يمكن وقت الاختبار
ان انا اراجعهم وادقق عليهم وتاكد من ان البيئه اللي هو قاعد فيها خاليه من وسائل الغش. صحيح. احنا في الوضع الاعتيادي قاعد نشوف في حالات غش عدل ونشوف في طلبه معهم سماعات، معهم اوراق، معهم غيره، هذا في الوضع الاعتيادي. فما بالك لما يكون في الاونلاين في تباعد، ما ادري منو اللي ورا الشاشه. صح. يعني ان شاء الله بيصير كنترول اكثر بالورقي؟ ما في شك راح يكون في كنترول اكثر. اعتقد انه راح تكون النسب قريبه الى الواقع. ما اقول 100% ولكن ان شاء الله تكون قريبه الى الواقع وتحدد فعلا مستوى الطالب، نقول يعني خلينا نقول بنسبه 75 الى 80%. يعني دكتور تؤكد ان عمليه خلينا نقول الاختبارات الورقيه تحدد مدى المام الطالب طول هذه الفتره بالمنهج واهليته انه يكون قادر انه يكون متخرج من هذه المرحله حتى يلتحق في الجامعه. ما في شك، ما في شك. احنا لما نقيس مستوى اداء وتحصيل الطالب، العمليه التعليميه هي عمليه تراكمية يتم فيها تأسيس أو تنمية قدرات الطالب إلى أن يأتي إلى مرحلة معينة يتم فيها الاختبار. الاختبار هذا يقيس مدى تحصيل هذا الطالب. صحيح. وهناك فروق فردية بحسب رغبة الطالب في الدراسة وغيره. فالاختبار مهم. هل من نصائح إن شاء الله بالنسبة للطلبة وهم يعني مقدمين على الاختبارات الورقية؟ والأول بالنسبة لطلبة يعني صف الثاني عشر اللي هم التخرج إن شاء الله، بالنسبة لهم والأولياء أمورهم؟ ما في شك، إحنا نقول أن يعني هناك عدة نقول نصائح. صور. عدة صور. في طالب مجتهد من بداية العام الدراسي. وهذا ما عنده مشكلة من يجي يختبر ورقي أو حركي أو شفوي أو أونلاين أو غيره، فهذا ما عنده مشكلة، ما راح تحوش ربك. الطالب اللي يعني خلينا نقول قصر في حقه، نقول ما عليه، خلنا وقف اليوم وقفة جادة، قول حق نفسك أنه هذا 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 جهدي، وهذا مثلا اذا كان تقصيري فانا اتحمل، سواء كان رجل طالب او طالبه عفوا. زين، عند خلي يكون عندك الشجاعه تعترف بقدراتك، بخبراتك اللي حصلت عليها، بجهدك هذا اللي حصلت عليه، بالتالي راح تشوف في النتيجه الحقيقيه لجهدك هذا. لا تخدع نفسك، هذه فرصه انك تصحح مسارك. احنا دائما نعيد تصحيح مساراتنا ونوقف ونشوف حجمنا شنو، قدراتنا شنو، بالتالي نطلع نرفع من هذه المستويات. برامج نحط لنا برامج، احيانا احنا ناخذ دورات علشان نطور من مهاراتنا ومن خبراتنا. صحيح. فهذه فرصه ان انا اصحح مساري، فرصه اني انا اعرف قدراتي وخبراتي ومهاراتي. اسال الله التوفيق لجميع بناتنا وعيالنا المقبلين على هذه الاختبارات، ونقول ان شاء الله تنقضي هذه الازمه يا رب، ونعود ان شاء الله الى ما كنا عليه وافضل. طيب دكتور، خلينا نتكلم عن اهم التحديات اللي يواجهها طلبه وطالبات جميع المراحل في ظل التعليم عن بعد خلال ازمه فيروس كورونا. ما في شك ان يعني خلال جائحه كورونا تفاجأنا صراحة في كثير من الأمور اللي ما كنا حاسبين لها حساب، وهذا عادة في أمور الطوارئ. يعني من ضمن التحديات يمكن أو أولى التحديات هذه اللي هي الجانب الاقتصادي، يعني وضع الأسرة الاقتصادي. رجل أو أسرة عندها طفل طفلين، غير عن الأسرة اللي عندها خمسة ستة سبعة، ما شاء الله، عدل ولا لا؟ فهذا بيوفر لهم مكان، بيوفر لهم تابلت يعني او اجهزه روحيه. صحيح. زين، فهذا شكل فجاه كذي عليه عبء والتزام مالي مقابل هذا، غير انه توفير شبكه انترنت جيده وقويه تضمن استمرار هذه الخدمه وانه ما ينقطع مع هذه، يعني جانب من الجوانب الاقتصاديه. ايضا عندنا اسر ساكنه في بيوت فارهه او واسعه، وفي اسر ساكنه في بيوت صحيح. نقول شقق صغيرة، كل اثنين مع بعض، هذه أيضا تشكل تحدي أمام الأسرة. بالتأكيد. إيه يعني طالب هني فاتح مثلا الجهاز ماله على حصة والثاني يمه، المكان صغير ما يقدر يشتغل. المقررات العملية يعني إحنا جاي في هذه أيضا تحدي عند الطالب، وين أشتغل، وين أقدر أكمل
يعطيك الف عافيه طبعا استاذي الفاضل. ويمكن يعني ما بقي الا تقريبا اسبوع، فان شاء الله مثل ما قال الدكتور يعني بتزيدون الهمه وان شاء الله ممكن تلحقون، وببركه دعاء الوالدين اكيد طلبه الثاني عشر ان شاء الله بامتحاناتهم الورقيه راح يؤدون اللي عليهم. وما ننسى طبعا بان دوله الكويت ممثله في وزاره الصحه ووزاره التربيه وكل قطاعات الدوله بالتاكيد يهمهم مستقبل ابنائنا، انتم يعني المستقبل وانتم الشباب اللي عليه دائما يعني الرك مثل ما يقولون. فان شاء الله شدوا حيلكم، نتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله كل الاحترازات الصحيه موجوده ومطبقه من قبل وزاره الصحه ووزاره التربيه من اجل مصلحتكم باذن الله. وبكذي اعتقد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أكيد. فكل الشكر للدكتور خالد الهيلم العازمي استاذ مساعد في كليه التربيه الاساسيه. بس باقي نقول فما الله يا غاده. اكيد، بس خلينا نذكر عبد الرضا ديروا بالكم، فتحت الديره ان شاء الله على خير وبلشنا نروح الاماكن الترفيهيه، لا ننسى كمامنا، تعقيمنا، تباعدنا الاجتماعي، بعيد عن المناسبات، بعيد عن التجمعات، حفظوا نفسكم وحفظوا أهاليكم وسارعوا إلى عملية التطعيم علشان تكونوا في مأمن يا رب العالمين. نشوفكم على خير إن شاء الله ومع السلامة. في أمان الله.